الرماسي مدير إدارة الدراسات والتصرف في اللازمات بالحماية المدنية. حكينا في زوز محاور أساسية في علاقة باستعدادات الحماية المدنية لفصل الصيف ما تعلق بحوادث الطرقات وحرائق الغابات، ولو أنه ثلاثة محاور اللي احنا باش نحكيه فيهم مرتبطين ببعضهم ارتباط كبير، لأنه حوادث الطرقات يعني حركية، يعني الناس تمشي للشطوط وما إلى ذلك. استعدادات كبيرة للحماية المدنية في هذا الإطار، وبداوا الناس يمشيوا للشطوط. سيد العميد مرحبا بك مرة أخرى. شنو عملتوا بالنسبة للاستعدادات المتعلقة بتأمين الشواطئ؟ احنا في قبل الأجل 15 مارس من كل سنة، معناها من عام نول 15 مارس 2023 كنا حددنا حاجياتنا من سباحين المنقذين اللي يلزمنا باش نغطيوا بهم الشواطئ اللي هي صالحة للسباحة. اللي يبلغ العدد هذا المطلوب معناه 2290 سباح منقذ. مع النقاش مع البلديات والسلطات وقع الموافقة على 1485 شطر تقريبا. اللي موجود حاليا اللي يخدموا 248. هي والاخرين الاخرين احنا دعوة للبلديات وللسادة معناها المكلفين بتسهيل البلديات باش يعاضونا في المسألة ذي، لأنه لاحظنا ثم عزوف راهو مسبحين المنقذين وعنده أسباب وقت نحكوا فيه ما يخلصوش. أول حاجة يقولك الخلاص شوي هو سميق، هذاك هو الخلاص مضبوط. والأكثر من هكاك هو وأنه السباح منقذ في العمل متاعه يتعرض للعنف، بخلاف التعب قاعد يتعرض للعنف. هو يقدم في خدمة جليلة لك العائلة التونسية وللمواطن التونسي والأجنبي ولجيل تونس. في عظمة كي ينصح وقولوا ما تدخل الشراء والبحر هيج ولا ما تمشيش البعيد، ثم ناس الله يسامحهم يعتدوا عليهم، وثم حتى شكون دخل السبيطارات ورفعنا لهم معناها قضايا. ولكن هو طالب، هو تلميذ، يقول لك أنا شنو ربحي في المسألة ذي، هاني وليت متضرر. دونك السجن إلى حد الآن هو رقم معناها مش باهي، وماذا بينا معناها يقع الحد منه. في الشواطئ سجلنا 16 حالة وفاة، 16 حالة وفاة، ومازلنا ما دخلناش راه في الموسم على بابك يعني. يا ربي مازلنا ما دخلناش، مازلت تلامذة تقرا، مازلت تعدي في الهات. الحالات هذه تراوح الأعمار بين 16 و 64 سنة، فيهم زوج فتيات، والفترة بين 11 وبين 6 والخمسة متاع العشية. ربما ثم اللي يبدا طقس سخون كالصاعقة المائية، اذا كان انت بدنك سخون يلزمك على الاقل تبدا تبل اطرافك بشوي بشوي وتدخل بشوي بشوي في الماء. وراو نجم الانسان يموت حتى في نودة في النص متر وماء، راو اذا كانوا بدنه سخون بالضبط تصير صاعقة المائية هاك شونجمون معناها التحول الجذري في الحرارة نتاعه ينجم يتوفى معناها. مسألة اخرى انا نقول في النص متر وماء نعوم في متر نعوم، علاش داخل الغريق باش نلقى ما يحلوش داخل؟ حاجتين ما فيهمش العناد سيد العميد، الطبيعه ما تعندهاش. لا حاجتين ما فيهمش العناد، انا نقول العوم في البحر ما فيش عناد، والسياق ما فيش عناد. وحنا هذا هو العناد اللي نشوفوا فيه ونشوف نتائجه ونشوف نتائجه بالفعل. ثم شكون زاد حبا في ربما استعراض امكانياتك الكهرباء نتاعو اللي هي مضخمه وربي يزين عليه، يمشي بلاصه بعيده. هي انت كي تعوم بلاصه بعيده ويصير لك معناه حادث، واللي يصير لك شكون باش ينقذك؟ صحيح، على الاقل عوم مع الناس تصير حاجه هكا، الناس الكل تعلم، الناس كلها تهب لك، الناس كلها. دونك اللي نوصوا به وانه العائلات ما يتخلصوش من اولادهم، خاصه بعد فتره الامتحانات يقول له راني قلق والكذا، يقول له برا امشي وبعد عليه، ما نحبوهاش. نحبوا يكون مرافقه خاصه لوليداتنا الصغار، واللي عنده كيف باش يعملوا ما يمشيش يعوم. زاد اعمل يا يخير يا يعمل الكيف نتاعو يا يمشي يعوم. صحيح. اما الزوج لا، وهذونا راه معظم الحالات اللي ينتج عليها الغرق. كيف في البحيرات قناة المجردة بالله فرصة معناها خلينا نجبد عليه. هو يتعدى أربع ولايات من منوبة بن عروس تونس ويوفا في ولاية نابل. في بالك عملنا برنامج وجلسات مع الشركة معناها اللي تدير في القناة باش نعملوا وركبوا سياجات في المناطق العمرية، ينحوا فيها السياجات هذه ويعتدوا على اللي يركبوا في السياج. ليش؟ يحب يعملها مكان باش يربي فيه الحيوانات نتاعه، ويحب يتملك، ومن غادي وليداتهم يهبطوا، واللي يهبط في القناة المجردة راهو معناها من اللوطة بكله طبعا بكل ميلوسي، اللي يهبط ما يطلعش وطيار ما يقوي.
دونك بالله دعوه اللي نتسكنين هالمناطق هذه الكل يردوا بالهم على وليداتهم والكنال هم كما يقولوا الناس يسميوا التسميات هذه في الجهات هذه حتى حد ما يهبط يعوم ويعاود يرجع يخرج ما ينجمش حتى هو معمول اوبليك هو معمول كلفي حتى باش يطلع ما ينجمش يطلع اي مهما كان قدرته على السباحه ولا غيره ما ينجمش حتى بطل العالم احنا السباحين احنا الغواصين يهبط لهنا يخرج كل قدام 3 و4 متر هاو ايكيبي معناه ولابس وكذا دونك مره اخرى احنا رانا مازال برنامج هذا ان شاء الله نوصلوا للعدد على الاقل اللي تمت الموافقه عليه هو مالو الا برنامج نسموه تركيز معناه تدريجي ان شاء الله دي سي 1 جويلية يكون التركيز النهائي معناها وصلنا له ومع ذلك نحبوا السباحين ونحبوا وليداتنا حتى كان نقول انا سامحني الفلوس شويه ايجا عاون بلادك راك في الاخر باش تنقذ روحك وراك عندك اجر. عندنا سؤال جانا من مواطن كريم سي صابر الحمروني يقول سيد العميد لماذا لا تتوفر مراكز حمايه وخاصه اطفاء الحرائق بالجهات خاصه المزروعه؟ يقول لك علاش ما تصيرش يمكن حتى مراكز متنقله؟ أشرت لها أنا في المناطق إحنا ما نعملوا دراسة مع المندوبيات مانيش وحدنا مع سيد الولايات يقول لك أنا راهو تبعا معناها لك المخزون ولا لك المساحات المزروعة راهو من الصالح باش نعملوا مراكز متقدمة وراي الإدارات الجهوية شوف أنت في الولايات هذه سميت أنا بزارة جندوبة باجة فيها برشا وحدات نتاع حماية مدنية وبرشا شاحنات إطفاء اللي معناها يطلبوها تكون عند لكن هو المطالب بشنو اللي السلوك اللي تحرق ومعناها لبداية الحريق هو اللي نجم يمنع الأرض متاعه كيف يعمل ستيرنا متاع ماء كيف يحرث كيف يشكاير ما يتحطمش مع بعضهم كيف التبني يعرف كيف يخزنوا الكل هذه راهو إجراءات وقائية ولقدر الله إذا صارت معناها احنا رانا نتنقلوا وهذيك ما عندنا حتى مش ولكن النار مع الريح والشهيلي اللي ربي معناها يطلب بنا تولي معناها سرعتها معناها سريعة جدا وبتبيع توكل لك المحصول هذاك لا قدر الله. في أقل من دقيقة وسائل الاتصال والتواصل بكم نعرفه الرقم الحميه رقم النجده هو 198 هذاك رقم النجده معناها تنجم تطلب عليه الحمايه المدنيه حتى وانت عذر عليك اطلب 197 194 الزملاء الامن والحرس الوطني يحيلوك للحمايه المدنيه لانه عندك الرقم اللي داري 8 ارقام اذا كان رقم النجده اوكي بي معناها في الفتره ذيك ينجم هم يكلمونا ونتنقلوا حتى بالاجهزه الموجوده لدى وزاره الداخليه النجم ونخرجوا معناها للحوادث وراهو ما عندنا حتى مزيه ماذا بينا برك العباد تعاوننا وهذاك هو اللي نوصي به. بارك الله فيك ويعطيك الصحه وان شاء الله كل عام وانت حي بخير عيد مبارك سيد العميد ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله التوانسه الكل عيدهم مبروك والامه الاسلاميه الكل امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا سيد العميد عبد العزيز الهرماسي مدير اداره الدراسات والتصرف في الازمات بالحمايه المدنيه على الحضور وعلى كل ما افدتنا به. احنا هكا نوصلوا لخاتمه هذا العدد من برنامج المشهد الان نقولوا نجم الدين للساده المستمعين والمستمعات مبروك الناس الكل وإن شاء الله الكلمة مش نسرقها لك إن شاء الله ربي يبقي الستر على تونس. أمين يا رب العالمين. إلى اللقاء. يا جبل البعيد.